هذه مرسيدس اي ام جي جي تي ار بقوه 577 حصان بعد حمله دعائيه واسعه وطول انتظار. عرضت مرسيدس اخيرا نسختها من اي ام جي جي تي ار بعد ان تمكن مهندسو فالترا باخ هذه المره من خفض وزنها واضافه مزيد من القوه لمحركها الفي 8 بي تيربو سعه 4 لترات، مما يجعلها بحق تستاهل مكانتها كافضل سياره للعلامه الشهيره. بالارقام تزن اي ام جي جي تي ار الجديده حوالي 3428 باوند اللي هو 1954 كيلوغرام، ما يجعلها اخف ب 199 رطل اللي هو 90 كيلوغرام من نسخه الاس، ويولد محركها وهي المنافس الرئيسي لسياره 911 و 577 و ار 8 قدره حصانيه 430 كيلو وات و56 رطل قدم 999 نيوتن متر من عزم الدوران، وهو المحرك 8 اسطوانات اللي تم تحسينه ليوفر 74 حصان و37 رطل قدم اكثر من نموذج الاس. وتنتقل هذه القوة نحو المحور الخلفي عبر ناقل حركة رياضي مزدوج القابض بسبعة سرعات، تم تحسينه أيضا لنسخة الآر للترس الأول نسبة أطول والترس السابع نسبة أقصر من أجل تسارع أفضل. مع مزيد من القوة تستطيع نسخة الآر التسارع من الصفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة اللي هي 96 كيلومتر في الساعة خلال 3 ثواني ونصف، أي أسرع بفاصلة 2 من عشرة ثانية من نسخة الاس. وبعيدا عن التسارع تتفوق الآر بسرعتها القصوى بستة أميال في الساعة لتصل إلى 198 ميل في الساعة اللي هو 318 كيلومتر في الساعة. حصلت مرسيدس اي ام جي جي تي ار على لون الطلاء اللي هو اسمه اي ام جي جرين هيل مانجو الحصري لهذه النسخه. يمكن تمييز سياره الاي ام جي جي تي ار بكل سهوله من خلال هيكلها الشرس وشبك اي ام جي باناميركانا الامامي المستوحي من سياره سباق الجي تي 3. أضيف لعرض صدامات الكربون مسافة 1.8 من عشرة بوصة وحصلت على فتحات تهوية أكبر لتتناسب مع المحرك المحسن. ومن بين المميزات الأخرى موزع أمامي أعرض يقلل من الرفع على المحور الأمامي إلى جانب جناح كبير في الخلف يوفر مزيد من القوة الضاغطة على المحور الخلفي. وعدد التغييرات الظاهرية تم تحسين الديناميكية الهوائية أيضا. أضافت مرسيدس اي ام جي قطعة من الكربون فايبر بوزن 4.4 من عشرة رطل أسفل السيارة في المقدمة تتحرك تلقائيا بمقدار 1.6 من عشرة بوصة لتحسين تدفق الهواء عندما تصل السيارة لسرعة 50 ميل في الساعة اللي هو 80 كيلومتر في الساعة في نمط ريس. وحصلت على نظام عادم جديد لمنح السيارة صوت سيارات السباق وهو بزنة 13 رطل اللي هو 5.9 من 10 كيلوغرام أقل من العادم الموجود في نسخة الاس. والتحسين الأهم يتمثل في تطبيق توجيه العجلات الخلفية اللي تزود للمرة الأولى على نسخة الاي ام جي لدعم مرونة ورشاقة الجي تي ار. عند الانعطاف تعمل من خلال تحويل العجلات في الاتجاه المعاكس للعجلات الأمامية عند تجاوز سرعة 62 ميل في الساعة اللي هو 100 كيلومتر في الساعة، حيث تدور العجلات الخلفية عند تجاوز هذه السرعة بنفس اتجاه العجلات الأمامية عشان تعزز القيادة المستقرة والتعامل معها. يبلغ قياس عجلات الأمامية اللي هي زي آر 19 بوصة 275 على 35 والخلفية زي آر 325 على 30 اللي هي 20 بوصة من ميشلين بايلوت اللي هو السوبر سبورت كاب 2، وهي مثالية بحيث أن مرسيدس اي ام جي وفرت 50% من الأموال على حلبة السباق قبل الحاجة لتبديلها. تجهز مرسيدس اي ام جي جي تي آر قياسيا بالترس تفاضلي الكتروني، التحكم محدود الانزلاق على المحور الخلفي، وتستفيد من نسبة التوجيه المتغيرة بناء على سرعة السيارة. تحصل ايضا على عزم دوران محسن من الكربون فايبر يبلغ 3.6 من 10 رطل اللي هو 13.8 من 10 كيلوغرام لتصبح اخف بحوالي 40% من ذي قبل. اذا كنت ترغب في خفض مزيد من الوزن يتوفر نظام مكابح سيراميك اختياري بكلفه اضافيه يخفض مقدار تقريبا 37 رطل من وزن السياره. ومن الداخل تحصل نسخة الآر على مقاعد اي ام جي بجلود النابة والياف ديناميكا، ويمكن الحصول اختياريا على احزمة امان باللون الاصفر، ومن بين الخيارات المتوفرة الثانية لمسات وتفاصيل باللون الاصفر وباللون الاسود.
على لوحة أجهزة القياس وخيارات تحكم خاصة تشمل أزرار التحكم بالجر مع 9 إعدادات. بعد عرضها في مهرجان جودوود للسرعة، تصل مرسيدس AMG GTR 2018 إلى أمريكا في منتصف عام 2017، وما تتوفر أي معلومات عن الأسعار حاليا، لكن من المؤكد أن تتجاوز سعر نسخة الإس واللي تبدأ ب 131,200 دولار أمريكي.